دل بيلگیسی، القواعد موضوعنا سيكون الروابط، أركadaşلر. أويساكي، أويساكي، الرابطة، هالبوكي، هذه نلفظها هالبوكي، هالبوكي. لنتعلم ما هي الأويساكي والهالبوكي وكيف ومتى تستخدم. تستخدم جملالر أرسندا كارشتلك أيرلك إلشكيسي كرار هذه الرابطة أيس أويساكي وهلبوكي هي تجعل بين الجمل يعني العكس العكس أو الانفصال بالمعنى أيرلك إلشكيسي كرار كارشتلك أو أيكرلك عفوا أيكرلك قلنا أيكرلك يعني تناقض لنقل أو عكس iki cümleyi tersine dı halde anlamlarında bağlar. Tarbutu cümleteyn bima'na tersine ey bil aks, ey bi aks ellezi halde, dı halde, rağma inna. Örnek Üniversite, üniversite sınavında başarılı olamadım. Oysa ki ne çok çalışıyordum. إذا انتبهنا الأويساكي هنا والهالبوكي ستكون رغم أن أو رغم رغم أن أو رغم قال إنوارسيتا سنواندا في امتحان الجامعة إنوارسيتا سنواندا بشرلو أولا ما استطعت أن أكون ناجحا أويساكي أويساكي رغم أن نيتشوك كم كنت أدرس يعني كم كنت أدرس ورغم ذلك ما استطعت أن أنجح في امتحان الجامعة إذن بشكل دار كدشلار وإذا انتبهنا في جملتين هون دشاردا يامور يامايا باشلد دشاردا يامور يامايا باشلد أويسكي هوا صباح لين نكدار جزالد بدأ يحطل المطر في الخارج بدأ يهطل المطر بالخارج بلش يصب مطر برا أويسكي هوا صباح لين نكدار جزالدي رغم أن كم كان جميل في الصباح الجو أي رغم كان كم كان بمعنى أو كان هون نكدار جزالدي رغم أنه كم كان جميل أي كان جميل جدا رغم أن كان الجو في الصباح يعني الهوا هون قصده الجو

Fe etet hona oysa ki kal kitab oysa ki ve kala eydan eydan kala halbuki hona. ana üniversite sınavında başarılı olamadım bedel el hay hay el ve daat halbuki ne çok çalışıyordum nefsiz şey. Lew kult eydan dışarıda yağmur yağmaya başladı halbuki Hava sabahleyin ne kadar güzeldi. nefsiz şey. Zeynep çok güzel resim yapıyor. Halbuki daha 5 yaşında keman. Nefsil meana azdıka. İznen oysa ki ol halbuki. Ee, bu hala şekel. Şimdi arkadaşlar, sana Şimdi arkadaşlar, sana alıyo. Bu hala şekel. Şimdi arkadaşlar, seni alıyo. Bu hala şekel. Şimdi arkadaşlar, seni Bu hala anlamı kurar. Karşıtlık anlamı kurar. Heya yani tuz takdem cümlet bil aks, yani yani ana kuntu azınnu şey ve asbaha şey thani. Böylece hakeza düşünülmeyen, bilinmeyen, farkında olunmayan durumları anlatmak için kullanılır. İzan hiya hakeza tuz takdem li eşe elleti la tahtur alal bal ve la tu'raf ولا تكون يعني قيد الإدراك هكذا يعني لن نتوقعها فتصبح إذا هي معناها بمعنى الميارسة بمعنى تبين أو اتضح أو اكتشف بأن هكذا المعنى الآن قلنا سنأخذ ميارسة ميارسة أرنك أنو كتبير إنسان olarak كنت أعرفه إنسان كنت أعرفه إنسان سيئ ما يارس تشوك إي بير بريمش. تبين أو اتضح بأنه يعني شخص جيد اتضح. وفين يقول بالعامية إي بر إنسان تشكت كمان بدل إذا ما بدي استخدم الميارسة كمان بتصير. أنا كتبير إنسان أولاك تانيوردوم. مايارسة تشوك إي بريمش. يعني طلع واحد إيبري مش طلع واحد كتير منيح العمية تكرار بنا بكار أولدونو سوليوردو بنا بكار أولدونو سوليوردو ميار إفليمش كان يقول لي بأنه أعزب عازب ولكن اتضح إذا هي منقول اتضح أو ولكن اتضح أو تبين بأنه متزوج İzan fî hân, yani şey ma kuntu atavakkâhû, fetabeyyene. Arkadaşım, bu akşam evde olacağım, dedi. Meğerse sinemaya gitmiş. Sadıqi, sadıqi, kâle, dedi. Elyavm, av, fî hedel mesâ, fî hedel mesâ, bu akşam, في هذا المساء سأكون في البيت قال صديقي قال صديقي في هذا المساء سأكون في البيت ولكن اتضح بأنه ذهب إلى السينما تبين أنه ذهب إلى السينما اكتشفت بأنه يعني حسب ما بقصد أنا إذن أيت بشكل ده شمدي الآن سنأخذ مادمكي يعني الرابطة كي madem ki hadihi rabita bu bağlaç sebep ve karşıtlık göstermek için kullanılır. Tustakdem min ecel yani tebeyyen en nubeyyen sebep nuvaddih sebep au karşıtlık au aks el şey el Dığı için dığına göre anlamları ile başına getirildiği cümleyi sonraki cümleye bağlar. Ve tarbutu cümel yani endeme تأتي bir için o bir dığına göre bir bazı himel Evet. Madem ki gidecektin ikide buluşalım demeseydin taban hiyen beyne madama yani ما دام كنت ستذهب يعني ليتك ما قلت لنلتقي في الساعة الاثنين يعني ما دام كنت بدك تروح يعني ريتك ما قايل انه راح نلتقي او يعني كان يجب بمعنى بمعنى طبعا يعني كان لا يجب عليك ان تقول كمان بتصير طبعا اذا قصدت ما قال مي جيكسن ندان هابار يورسون ما سوف لن تأتي أو لن تأتي لماذا لا تخبر لماذا لا تعطي الخبر أو لا تخبر يعني ما دام ما راح تجي ليش ما خبرت برضه ده ما دام كي وار ما كي سؤلمك استدين بير şey وار سوسيورسون ما يوجد شيء ستقوله لماذا تسكت لماذا تسكت ايه يا اشقاء هنا مادام كي وار. جوردك تجي تيجي بالاول بشكل عام مادام كي ايضا هنا مادام كي الان سنستخدم نواركي النواركي هي تستخدم بمعنى انجك جاكو اماو فقط اصدقائي يعني هي لكن او ولكن او فقط معنات انه هناك رابطه şimdi e, bu bağlaç aralarında karşıtlık bulunan cümleleri ancak ama fakat gibi anlamları ile birbirine bağlar ise örnek elbisenin çok güzel elbisenin çok eee elbisenin rengi çok güzel elbisenin rengi çok güzel لون اللباس Cemil cidden نوار براز اسكي جورنيور ولكن يبدو انه قديم لون اللباس جميل جدا ولكن لونه يعني الواضح لمبين انه لونه قديم شوي قديم قليلا فاذا اتت الى هنا نواركي صحيح. علي استا بوزوك شامشير السيني ان اي شكل ده تامير ادار المعلم علي هو يصلح يصلح alırsalar, e, yani, شكل e, yani, 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 يصلحها ولكن يطلب نقودا yani, yani, نواركي yani, هنا في ولكن يعني yani, فقط yani, para ister ödevlerine yardım ederim ödevlerine yardım ederim yani, 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 önce benim sözümü dinleyeceksin. Walakin yecib aleke en tasma ma aquluhu lak ay kelami. Evet arkadaşlar, ve sana okudu ne yazık ki, ne yazık ki. Bu bağlaç karşıtlık anlamlı cümleleri beklenmeyen acı ve kötü durumu anlatmak için birbirine bağlar. Hadihi cümle, tustakdan bimana şafaka, والوضع السيء أصدقائي لا تنسوا يعني الوضع شيء يشفق عليه ولا يكون أن يتوقع يعني يعني شيء نشفق عليه ما كنا متوقعين راح بيصير أو شيء سيء وضع سيء يعني من أجل وضع سيء نستخدمها. şimdi canım tatlı yemek istiyor. ne yazık ki evde hiç هي مع الأسف معناتها قال أريد e, yani iştehi. canım tatlı yemek istiyor ey eştehi en akul el hulu ma'al asaf yani fi naqulu walakin wa ma'al asaf ma'al asaf la yujad e, hulu fi al beyt abadan fa idan atat el nawarki li huna Bayramda onlarca trafik kazası olmuş. Ne yazık ki yüzlerce insan ölmüş. في العيد كانت كان قد أصبح يعني عشرات حوادث السير on يعني صاير بالعيد عشرات أحداث سير مع الأسف نيازكي يزدرج إنسان ألمش مات يعني المئات من الناس طبعا في التركي أستطيع أن أقول ما الأسف بدل نيازكي يعني نقول ما الأسف أصدقائي نحن Evet burada söyledik ne yazık ki. Doktordan geliyorum. Ne yazık ki midemi ciddi bir biçimde üşütmüşüm. Eteytu Ataytuğum. mined doktor. Yani eteytu min doktor. Ne yazık ki kal. Maalesef. Midemi ciddi biçimde üşütmüşüm. Hona kazduhu el maida Yani maddeti ahedet berd. Bir şekil Yani ey إذا انتبهنا هنا النواركي شوفوا الكي تنكتب لحالة أصدقائي المادامكي والأمادامكي والمادامكي والنوا والهلبوكي والأويساكي الكي تنكتب مع بعض يعني بتشيك يزلر أما بالنواركي أير يا تنكتب بتنكتب يعني مفصولة انتبهوا لهون بتجي كتير بالامتحانات وأيضا بالنيازكي إذا انتبهنا للكي هون كمان مفصولة عن بعض سنأخذ الآن نيسكي. Neyse ki bu bağlaç kötü olarak düşünülen, beklenilen, tahmin edilen bir olayın öyle olmadığını, iyi bir şekilde sonuçlandığını, iyi bir şekilde sonuçlandığını belirtilen cümleleri birbirine bağlamak için kullanılır. هذه تستخدم هذه الرابطة للأشياء التي نتوقعها بشيء وتصبح شيء ثاني يعني يعني عكس الذي نتوقعه طبعا تستخدم او يعني نخمنه ولكن يطلع يعني يصبح الامر عكس يعني تصبح النتيجه عكس هكذا Evet arkadaşlar. Şimdi e, çok pardon. Evet. Örnek. Bu sabah saatim çalmamış. Ne yazık ki neyse ki okula geç kalmadım. Bu sabah saatim çalmamış. Maranat saati kazdol munabbehon. Maranat saat fi sabah. Neyse ki lihsnel haz ma akhartu lil madrasa. Ey maranat saati ولن ولحسن الحظ رغم انها مرنت ما تاخرت للمدرسه هذا الذي يقصد onu bulamayınca çok telaşlandım onu bulamayınca çok telaşlandım neyse ki önemli bir şey yokmuş kelimet telaşlandım kalektu alayh yani onu bulamayınca çok telaşlandım yani kalektu indema ما رايته ما وعثرت عليه يعني لما ما لقيته أقلقت عليه او قلقت لحسن الحظ لحسن الحظ يعني ما في شيء مهم لا يبدو شيء مهم لحسن الحظ فاذا كنت اتوقع شيء وبدا شيء جيد يعني اسطنبول ترافينده دا اوروبادان انادوليا كاسينا geçmek çok zor neyse ki vapur var قال إسطنبول ترافيندا يعني بالسير بإسطنبول بالسير المرور من, ال من يعني من الجانب الأوروبي للجانب الأناضول هو صعب للغاية أي الأسيو إلى الأناضول لحسن الحظ يوجد ماذا يوجد بحور سفينة نقل يعني هكذا أزجن أول دومدا أنّارين Neyse ki çok sevdiğim bir ailem var. Üzgün olduğumda indama ahzan o akunu hazinen onların yanına gidiyorum. Ezheb ileyhim li'indahum. Lihusn al-haz neyse ki çok sevdiğim bir ailem var. Lihusn al-haz ladayya ailetun jayidatun jid uhibbuha jiddan. Çok sevdiğim bir ailem var. <سؤال> 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 <أشار> <أبدأ> املئوا الفراغات هذه حسب الذي شرحناه وانتبهوا متى تستخدم الرابطه يعني ستكون سيكون سنحله يعني في الدرس الجاي في الدرس القادم حسب الروابط هذه نضع الروابط هنا كما يليق بالجمله وأيضا سنضع هنا الأويساكي والهالبوكي والميارسا مادمكي نواركي نيازكي نيسكي اقرأوا هنا وضعوا أصدقائي هذه وظيفة فلتكن هذه وظيفة يعني هنا يوجد عرض الزواج يعني شخص يعرض لشخص زواج ونصيحة عندما يأتيكم يعني من هذا النوع انتبهوا جيد جدا ولا تجيبوا على. يعني لا تضعوا الفراغ أو لا تجيبوا على السؤال حتى أن ينتهي على الأقل السطر الأول الفكرة الأولى أو الثانية أحيانا تضطرون للثانية أو أحيانا للثالثة يعني الجملة الثالثة يجب أن نعرف الحوار هنا وبشكل عام تكون الفكرة بالبداية أو هنا بالنصوص أو بالنهاية انتبهوا لهذا لأن ممكن أن يعني تقول لنفسك أنا أستطيع أن أضع هذا هنا وهذا هنا كيف يا الأصح؟ فَانْتَبِهُوا لِهَذَا اَزْدِقَائِ Evet sevgili arkadaşlar, gelecek ders görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bol bol tekrar yapın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.